صباح الهنا والرزق وبدايه الاسبوع و10 صبح في الاهلي. اسمحوا لي بس في البدايه اقول لحضراتكم ان كريم مش هيكون معانا، لكن انا هكون مع حضراتكم ان شاء الله. هو هيرجع بالسلامه خلال الايام يعني وينور تاني البرنامج. خلينا بقى نبدا كده واحنا بنتكلم عن بدايه الاسبوع، واكيد بيكون معانا فقرات يعني مختلفه وجديده، وبنحاول كده نعرف ونجمع لحضراتكم كل اللي حصل برده فتره الويك اند. واعتقد امبارح يعني ما فيش ولا اروع خبر نبدا بيه، والماتش اللي فيه اكتساح. ناس كتيره جدا علقت على امبارح، اللي يقول لك يعني الفريق الاخر لم يحضر اصلا، بس اكتسحت، حاجات زي كده كتيره جدا كانت ماليه السوشيال ميديا. بس المختصر المفيد اللي عايزين نقوله ان مباراه كويسه جدا، اداء كويس جدا، يا ريت بس نكمل بهذا المنوال في المباريات كمان اللي جايه. يعني نتمنى ده يكون الاداء، مش فكره بس ان انت بتلاعب مثلا فريق من وجهه نظر البعض ان هو يعني ضعيف الى حد ما فاحنا عشان كده اكتسحنا او فزنا بالسكور ده، لا احنا عايزين ده يبقى الاداء بتاعنا بعد كده مع اي فرق، واحنا لسه عندنا فرق يعني تقيله، بنتكلم كمان في ماتش الجزائر القادم، فبإذن الله ده يكون المستوى وأفضل كمان. لكن صباح النصر زي ما احنا متعودين، وخلينا بقى ننوع عن الفقرات اللي معانا النهاردة. فقرة أولى هتكون مع أبطال سلة الأهلي سيدات طبعا بعد التتويج بدوري المرتبط، وفقرة تانية مع كابتن أحمد عبد الفتاح نجم الأهلي السابق. معانا النهاردة برضو سؤال سوشيال ميديا، والسؤال هو ما رأيك في أداء منتخب مصر في بطولة كاس العرب؟ أنا أعتقد لو كنا سألنا السؤال ده لحضراتكم قبل ماتش امبارح يعني الإجابة كانت هتبقى واضحه، بس بيتهيألي يعني النهارده نقدر نشوف او متوقعه ان احنا هنشوف ردود مختلفه من حضراتكم يعني، ونقولها بقى في اخر فقره معانا في السوشيال ميديا. خلينا نبدا ونتكلم شويه كده عن فكره هنا الرحمه بالحيوانات. ليه انا بفتح الموضوع ده في بدايه كلامي؟ لان امبارح كان في لقطه حلوه قوي وفيها رساله للناس ان هي تبقى زي ما بتقال كده يعني عندها انسانيه الى حد كبير، يعني الى حد كبير، وفي نفس الوقت عندها رحمه بالحيوانات. رساله محترمه فعلا قدموها لاعبي فريق زانت لما دخلوا للملعب وهم شايلين كلاب شوارع، وده أعتقد كان قبل المباراة تحديداً بدقائق يعني أمام فريق روستوف ضمن طبعاً الجولة 17 في الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم. الفكرة هنا أن الكلاب اللي كانوا شايلينها دي جاية من دور رعاية الكلاب المشردة، ضمن هناك كانت حملة اسمها الكلاب مكانها أفضل في المنزل، طبعاً لتشجيع الناس على مبادرة تربية الكلاب دي في المنازل، والهدف من ده برضو توعية الناس وفتح المجال أمام الجماهير الحاضرة الرغبة بالعودة لمنازلهم ومصطحبة أحد الكلاب بتسجيل أسمائهم. يعني بجد اللي حصل ده كان رد فعل كمان جميل جدا من الجمهور عليه، وتفاعلوا بشكل يعني إيجابي جدا، وردود الأفعال على السوشيال ميديا كمان كانت أكثر من رائعة، وسائل الإعلام كتبت. فهي يمكن لقطة كانت سريعة، لكن إحنا يعني بناخد منها رسالة، بناخد منها فكرة إن إحنا مش عايشين لوحدنا على هذا الكوكب. ناس كتير للأسف بتتعامل مع الحيوانات إن هي يعني حاجة ملهاش قيمة، حاجة ملهاش معنى، مفيش حاجة أو روح ربنا بيخلقها غير لما يبقى ليها قيمة وليها معنى، ولازم إن احنا نحترمها. ف يعني كانت لقطة بصراحة حبيت أبدأ مع حضراتكم الحلقة النهاردة ونتكلم عنها. وبالمناسبة كمان المباراة انتهت بالتعادل بين الفريقين، فيعني أعتقد لقطة حلوة، ونتمنى إن احنا كمان نشوف حاجات زي كده، مبادرات زي كده عندنا في مصر. خلينا بقى ننتقل مع حضراتكم لخماسية المنتخب الأكثر من رائعة على المنتخب السوداني، وضمن طبعا المنافسات بتاعت الجولة الثانية لبطولة كأس العرب. تاني هنرجع نقول ماتش فيه سيطرة مصرية من البداية للنهاية، ده غير كمان زي ما حضراتكم تابعتوا الكروت الحمراء لاثنين من لاعبي السودان، وده كان برضو غريب شوية، بس يعني ما كانش فيه خطورة خلينا نقول على مرمى محمد الشناوي. يعني تماما 90 دقيقة انت بتتكلم في سيطرة من المنتخب المصري، فكانت مباراة كمان يعني رائعة وودية زي ما حضراتكم عارفين. اخر مرة لعبوها كانت من 12 سنة في الخرطوم، ده عام 2008، فحاجة يعني كانت محترمة. زي ما بقول تاني نتمنى ان هو يستمر هذا الاداء في الفترة كمان القادمة، لان هو ده المتوقع او هو ده المنتظر يعني تقديمه لجمهور مصر، يعني هو ده اللي احنا بنقوله دايما. خلينا ننتقل بقى مع حضراتكم بعد كده ونروح
نتكلم عن موضوع آخر، لأن إحنا عندنا برضو النهاردة كذا خبر إيجابي جدا وأعتقد كلنا هنسعد بيهم. بس قبل ما ننتقل للأخبار السريعة الحلوة دي، خليني أقول لحضراتكم إن المؤتمر الصحفي امبارح كمان لكارلوس كيراش كان ليه تصريحات فيه مهمة جدا، وهو قال إن هو بيستعد لمواجهة منتخب الجزائر بعد الفوز على السودان بخماسية مقابل لا شيء. وقال أنا بقدم التهنئة للاعب تحديدا حسين فيصل اللي حصل على جائزة رجل المباراة، فهو اسم قادم للمنتخب المصري في الفترة القادمة. وقال كمان الآن علينا الاستعداد للتحدي القادم، نحن نحترم المنتخب الجزائري لكن الشيء الأكثر أهمية بالنسبة لنا هو التركيز على عملنا. وقال كمان هنا انه من حق كل منتخب يحلم بالفوز باللقب، لكن احنا كمان بنحلم بده وهنوصل ليه. النهارده عموما هيكون لينا كلام كتير زي ما حضراتكم عارفين في الفقره الحواريه، فخلينا ننتظر يعني للتفاصيل في الفقره الاخيره. خلينا برضو نروح لمصر بقى وتصدرها هنا للأخبار الحلوة زي ما بقول لحضراتكم، جدول ترتيب ميداليات البطولة الإفريقية للناشئين والشباب والكبار للكاراتيه والمقامة بالقاهرة، ده بنتكلم لليوم الثاني على التوالي. استطاع فيها لاعبي المنتخب المصري بعد انتهاء يومين من المنافسات تحقيق 23 ميدالية متنوعة، بواقع هنا 16 ذهبية وأربع فضيات وثلاث برونزيات، ويليها بعد كده الجزائر ب 18 ميدالية متنوعة بينهم ذهبيتين فقط، وجاءت تونس في المركز الثالث ب 14 ميدالية متنوعة بينهم ذهبية واحدة. وبالمناسبة برضو القاهرة زي ما حضراتكم يعني عارفين تستضيف منافسات بطولة افريقيا للكاراتيه ده خلال الفترة من 3 و5 ديسمبر، بمشاركة هنا 22 دولة. فنقدر نقول مبروك للاعبتنا، وبجد بيتمتعوا بروح قتالية عالية جدا وروح منافسة، يعني بنتكلم هنا على كافة الميداليات. ومنافسات افريقيا للكاراتيه بتشهد منافسة فعلا اللي بيتابعها من حضراتكم قوية بين كل اللاعبين، لكن احنا عندنا حالة إصرار على الصعود كمان على منصة التتويج اللي هي أدت لتحقيق المطلوب لدى يعني لاعبي منتخب مصر. وبرضو إضافة هنا، مصر مفروض ان هي استضافت بطولة افريقيا للكاراتيه، وزي ما كل الناس كانت يعني بتتابع حاجة كانت مشرفة، وده نهج الدولة المصرية في الفترة كمان الأخيرة اللي احنا بنتكلم فيها، انت بتستضيف يعني بطولات دولية على أرضك رياضية كمان تحديدا، وحاجة كمان بتحصل بشكل مشرف. ده النقطة الأساسية اللي احنا بنبقى عايزين نخرج من تنظيم أي فعالية عند يعني دولية على أرضنا. الأهلاوية كمان لو هنروح بقى اللي مشرفينا مختلف الألعاب، ولعبنا أحمد ياسر حسني لاعب فريق التنس الأرضي بالنادي الأهلي منتخب مصر فاز ببطولة إفريقيا هنا لفردي الناشئين تحت 16 سنة، واللي أقيمت في تونس، وتوج هنا بالمركز الأول ميدالية الذهبية بعد فوزه على زميله برضه في الأهلي مصطفى هشام سيف الدين في المباراة النهائية، ده كان بالأمس، وحاجة أكيد محترمة. وأحمد كان ليه تصريح قال أنا فخور بالتتويج باللقب القاري في منافسات فردي الناشئين، وأنه بيهدي الإنجاز ده لزملائه في النادي الأهلي ومنتخب مصر، وكذلك كمان الجهاز الفني اللي تواجد مع البعثة في تونس، وقال أنه بيطمح لحصد المزيد من البطولات خلال الفترة المقبلة، وأنه هو هيبذل قصارى جهده من أجل الظهور بشكل جيد. مبروك بجد، حاجة مشرفة جدا، وده اللي احنا برضو متوقعينه من لعبتنا في الأهلي. نروح بقى لكأس العالم للبلياردو، برضو ده ضمن أخبارنا الإيجابية النهاردة اللي استضافتها مدينة شرم الشيخ واختتمت منافساتها كان برضو بالأمس، شارك فيها 150 لاعب ولاعبة يمثلون 22 دولة على مستوى العالم، وأقيمت أو أقيم حفل ختام البطولة ده وسط إجراءات طبعا احترازية صارمة. والبطولة دي بخلاف يعني إن هي رياضية، لكن كمان قيمت في إطار دعم السياحة الرياضية، وده الملف اللي احنا دايما بنتكلم عنه السياحة الرياضية، وكان في نجاح للبطولة وغيرها كمان من البطولات الدولية اللي بتقام في مصر، رغم بنتكلم التحديات الصعبة اللي بيمر بيها العالم مش بتمر بيها مصر، فحاجة برضو محترمة وبتدل على قدرة المصريين على تحدي أكيد الصعاب وتنظيم بطولات دولية بشرف يعني أو بشكل مشرف. طيب نروح بقى لفكرة هنا برضو أو موضوع متصل، ودعم السياحة الرياضية ومنافسات بطولة أوشن مان العالمية للسباحة في المياه المفتوحة اللي اختتمت فعاليتها امبارح بمدينة الغردقة ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للسياحة والفعاليات الرياضية، شارك فيها عدد كبير جدا، خليني أقول لحضراتكم 1300 سباح وسباحة بيمثلوا 40 جنسية مختلفة، عبروا طبعا عن سعادتهم لما سئلوا بالمشاركة في البطولة على أرض مصر، وواحدة من المدن
المدن كمان السياحيه المميزه جدا، يعني نتكلم بشواطئ ومعالم سياحيه. الغردقه بجد مدينه جميله جدا كلنا بنحبها، وكمان مهرجان البحر الاحمر للسياحه والفعاليات الرياضيه ده يعني عامل حاله فعلا حلوه جدا من الرواج السياحي. لو حضراتكم يعني بيتابعوا او بيحب ان هو يسافر كمان يعني يستمتع بيه. يا دكتور محمود طبعا مدير عام مركز التنبؤات والتحليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خليني يعني أرحب بحضرتك في البداية. صباح الخير. ويعني ناس كتيرة جدا قلقانة وفي تحذيرات سمعناها، هل الكلام ده مظبوط ولا لا يا دكتور؟ اتفضل. صباح الخير يا أستاذ نهاوند، أهلا بيكي وكل مشجعي النادي الأهلي. طبعا احنا في تقلبات جوية احنا كلنا مستشعرينها منذ ساعات الأولى من الصباح في هواء. نشاط الرياح ده مزود احساسنا شويه بانخفاض درجه الحراره. في نفس الوقت كلنا مستشعرين التراب اللي في الجو، يعني اللي موجود دلوقتي في اي مناطق مكشوفه او مناطق مكشوفه. معلش دكتور محمود انا مستمع حضرتك، معلش يا جماعه علوا الصوت بعد اذنكم. طبعا كل اللي موجود في مناطق مكشوفه او مناطق مسموحه دلوقتي في القاهره الكبرى او محافظات السواحل الشماليه، الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، طبعا متأثرين كلنا بأتربة ونشاط رياح. طبعا هذه الأتربة مستمرة معانا النهاردة، والأجواء تبدأ تستقر وتتحسن نسبيا بكرة. ممكن بكرة تكون شوائب عالقة بس في الجو، ما فيش النشاط الرياح اللي احنا مستشعرينه النهاردة، ولكن طبعا دي فترة طبيعية من التقلبات الجوية في هذا التوقيت من العام، بالإضافة إلى سقوط الأمطار المتوقع اليوم على مناطق بين السواحل الشمالية. كان في أمطار خفيفة في اسكندرية كده في ساعات الفجر، وفرص الأمطار مستمرة النهاردة على السواحل الشمالية ومناطق من البحيرة وكفر الشيخ، شمال البحيرة وشمال كفر الشيخ. أمطار متوسطة الشدة على فترات متقطعة، مفيش غزارة لسقوط الأمطار النهاردة بإذن الله. طب طمني، لان يعني موضوع اسكندريه ده عايزه تفاصيل فيه اكتر يا دكتور محمود. يعني قال لك منسوب الميه علي وحاجات زي كده، وفي ناس لو حضرتك تابعت السوشيال ميديا طبعا الكلام كتير جدا، بس يعني يقول لك مهدده بالغرق وحاجات، يعني طبعا ممكن يكون في مبالغه جدا، بس خلينا نفهم اكتر من حضرتك. هو طبعا مبالغه بشكل كبير جدا جدا. احنا حاله عدم الاستقرار دي او التقلبات الجويه اللي احنا فيها مش عايزها ترتقي لكلمه حاله عدم استقرار كمان، لانها تقلبات جويه طبيعيه في شتاء اسكندريه. بترتفع الامواج الى 3 امتار او 3.5 امتار وفق لتنبؤ الهيئه العامه للارصاد الجويه، مش هتعلى اكثر من كده الامواج. بتؤدي طبعا لاضطراب في حركه الفلاحه البحريه، ولكن عاده بتشهد اسكندريه اكثر من ذلك في ارتفاعات الامواج. على سبيل المثال الاسبوع الماضي مع نهايه الاسبوع الموج ارتفع الى 4.5 متر، اللي هو تسبب في خروج الماء على شواطئ وكورنيش اسكندريه في بعض المناطق المنخفضه. فده شيء طبيعي يا جماعه بيحصل كل سنه في شتاء اسكندريه. طيب كويس جدا، لان كمان كلام حضرتك يطمن الاهالي تحديدا، لان حضرتك اكيد تابعت الاسبوع اللي فات تحديدا كلام يعني ان لا المدارس هتقفل، وسياده وزير التعليم طلع وقال ما فيش حاجه من الكلام ده خالص، فيعني اشاعات كتيره قوي، فاحنا حابين برضو نوضح من المصدر. مهم جدا ان الكلام يطلع من المصدر، فما فيش الكلام ده، وكمان الموضوع لا يرتقي لفكره هنا يعني عدم استقرار. حضرتك بتتكلم ان دي امور طبيعيه جدا في او فصل الشتاء يعني اللي خلاص قربنا عليه، صح كده؟ يا فندم دي امور طبيعيه جدا بتحصل عاده في نهايات الخريف وفي فصل الشتاء في اسكندريه. وبحب اطمن كل الساده المواطنين في تنسيق كامل بيننا وبين جميع الوزارات وبيننا وبين جميع غرف الازمات، وان شاء الله الامور هتعدي بمنتهى السلاسه. اليوم هيعدي عادي جدا ان شاء الله، زي ما قلت لحضرتك نشاط رياح واتربه شويه وارتفاعات الامواج الى 3 امتار، مش اكثر من كده، 3.5 امتار. مش هيحصل غمر بشكل ملحوظ على الشواطئ او على الكورنيش زي ما بنشوف في حالات عدم الاستقرار. سقوط الامطار هيكون بدا خفيف في الفجر وممكن يصل لمرحله المتوسط في فترات النهار. يعني ما فيش اي باذن الله امطار غزيره ممكن تسقط على اسكندريه النهارده. طب وانا ممكن اسال سؤال بره الموضوع شويه؟ معلش لازم، ما فيش مره افوت. يعني هل ممكن بجد نشهد في شتاء من الشتاء اي سنه يعني نزول ثلج؟ يعني احنا شهدناه كده من كذا سنه وكان مره سريعه، بس هل ممكن مصر يبقى جوها مختلف خصوصا مع تغيير المناخ؟ يعني ما حدش بقى دلوقتي عارف في بلاد اتغير المناخ بتاعها تماما، يعني فهل ده ممكن؟
هو طبعا ممكن وارد طبعا، ومش في يعني في حالات عدم الاستقرار اللي بتحصل في فصل الشتاء مع انخفاضات شديده في طبقات الجو العليا، بتسقط قطرات من الثلج او حبات من الثلج في بعض المناطق. شفناها السنه اللي فاتت في الشتاء برضه في مناطق من الوجه البحري، وشفناها في القاهره الكبرى في بعض المدن وبعض المناطق الجديده اللي بتنخفض فيها درجه الحراره بشكل كبير بالليل. فده شيء طبيعي ووارد، انما ما يعني حتى الان مش هنشوف بقى الثلج اللي بنشوفه في بعض الدول الاوروبيه او في ممكن كاترين ممكن مثلا. كمان 40 سنه مثلا لما تغيير المناخ يعني. ماشي يا دكتور محمود، انا بشكرك جدا على المداخله دي، شكرا ليك. طيب خلينا نروح فاصل سريع جدا، بس قبل ما اطلع الفاصل بنأكد مرة تانية يا ريت محدش يسيب نفسه للمعلومات اللي على السوشيال ميديا، يعني محدش ياخد معلومة بالذات الأهالي من السوشيال ميديا، مفيش حاجة اسمها كده أبدا. أوقات بيكونوا حاطين مثلا اللوجو بتاع يعني موقع إخباري وأصلا فيك، يعني مزيف مش خبر حقيقي، فيا ريت المصدر تخش على الموقع الأساسي لو عايز تعرف أي معلومة، ده مهم جدا جدا جدا. فاصل سريع وهنرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ومعلش قبل ما يعني نكمل أخبارنا، لأن زي ما حضراتكم عارفين بتابع اللي بيتبعت يعني على السوشيال ميديا على صفحة البرنامج. لا حد باعت حاجة غريبة جدا، بيقول لي بمناسبة الموضوع اللي فتحناه في الأول والرأفة بالحيوانات وغيره، بيتكلم بيقول لي إن عندهم حد في جيرانهم يعني في المنطقة اللي هو عايش فيها بيحرق القطط. فيعني هو بعد كده بس انا مش فاهمه، يعني بيحرق القطط والناس ساكته، بيحرق القطط والناس راضيه، ولا بيحرق القطط من غير ما الناس مثلا تبقى واخده بالها؟ طب جبتوا له بوليس ولا لا؟ حاجه غريبه جدا، يعني ايه واحد بيحرق القطط؟ لا موضوع غريب، واعتقد قانونا ده اصلا يعني مجرم، شيء غير انساني بالمره ان احنا نسمع حاجه زي كده. بس متهيألي دي بتحصل فعلا من ناس اعتقد ان هم غير اسوياء، يعني ان حد يعمل في روح كده ده شخص غير سوي. على كل حال خلينا نروح نتابع اخر اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه والانشطه، ومراسلتنا العزيزه سالا حامد هي موجوده دلوقتي من مقر النادي الاهلي بالجزيره. يا سالا بصبح عليكي وكل جمهور 10 الصبح سامعك، ومع اخبار النادي الاهلي عرفينا برضو الاجواء عندك عامله ازاي، توافد دلوقتي الاعضاء، لو تقدري برضو تطلعينا على الحاله المروريه يبقى رائع جدا منك، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، طبعا في البدايه برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وطبعا حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي في بدايه الاسبوع، وكالعاده طبعا هكون معاكي ومع كل جمهور النادي الاهلي من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار جميع الفرق الرياضيه، طبعا سواء الفريق الاول لكره القدم او جميع الالعاب الاخرى. بس خليني يا نهوان زي ما انت يعني سالتي على يعني الاجواء هنا داخل مقر النادي وطبعا الحاله المروريه، يعني خليني اقول لك واقول لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي ان الحاله المروريه جيده. يمكن كنت جايه انا من ناحيه يعني حي الزمالك شارع مراد، كمان يعني حي الدقي، كل الاماكن يعني المجاوره او القريبه من مقر النادي الحاله المروريه فيها جيده. كمان الاجواء داخل مقر النادي يمكن طبعا يعني عشان يعني لسه في الساعات الاولى من صباح اليوم ومع انخفاض درجات الحراره، وزي طبعا شايفه نهاوند انه يعني الرياح شديده شويه او الهواء شديد شويه، يمكن ده مخلي يعني اعضاء النادي الاهلي لسه مش موجودين يعني بعدد كبير داخل المقر، لسه الاعضاء بتتوافد على مقر النادي، ويمكن كمان العدد يزيد يعني في الساعات القادمه كمان يعني مع بدايه جميع التمارين في جميع القطاعات، وطبعا سواء يعني الاكاديميات او جميع الفرق الرياضيه داخل الصالات. ده بالنسبه للاجواء ويعني الحاله المروريه واجواء داخل مقر النادي. خليني بقى اروح لجميع اخبار الفرق الرياضيه، وهبتدي معاكم باخبار الفريق الاول لكره اليد رجاله طبعا تحت قياده الكابتن طارق محروس، واللي ما زالوا في راحه سلبيه من التدريبات لحد يوم 14 من الشهر اللي جاري، ما عدا يعني 10 لاعبين يا نهواند انضموا لمعسكر منتخبنا الوطني منتخب مصر لكره اليد في المركز الاولمبي بالمعادي، اللي يمكن انضموا من حوالي ساعه بالظبط لمعسكر المنتخب في المركز الاولمبي، وهم 10 لاعبين في حراسه المرمى: محمد عصام الطيار، عبد الرحمن حميد، كمان عمر خالد كاستلو، وعمر سامي دحروج، عبد الرحمن فيصل، محسن رمضان، مصطفى خليل، وابراهيم المصري، احمد هشام سيسا، واحمد عادل. دول 10 لاعبين اللي انضموا لمعسكر منتخبنا واللي يعني كمان هيشاركوا في بطوله وديه ودوليه في المملكه العربيه السعوديه، واللي يعني هتقام يوم 15 لحد يوم 21 من الشهر الجاري، مع طبعا مجموعه من الدول في الوطن العربي اللي كمان هتشارك في البطوله.
كمان سيدات اليد امبارح حققوا الفوز على نادي هليوليدو بنتيجه 45-10 في اطار يعني الدور الاول من بطوله الدوري. النهارده سيدات اليد ان شاء الله هيكونوا في راحه سلبيه وهيعودوا مره اخرى يتمرنوا في تمام الساعه 8 داخل مقر النادي عشان يستعدوا بشكل قوي لمباراه الترسانه يوم الثلاث في تمام الساعه 6 مساء على صاله نادي الترسانه. كمان يعني بالنسبه لكره السله وكره اليد كره الطايره عفوا يعني هواند داخل مقر النادي يمكن يعني شاركوا في جميع البطولات ما عدا بطوله الدوري. بالنسبه لبطوله الدوري هتبتدي لكره السله وكره الطايره الاسبوع ده ان شاء الله. يعني رجال الطايره وسيدات الطايره النهارده هيختموا جميع سداداتهم والتمارين عشان بكره ان شاء الله يخضعوا او يخوضوا عفوا لجميع المباريات في بطوله الدوري. يمكن رجال الطايره بكره ان شاء الله عندهم اول مباراه في بطوله الدوري مع نادي الاعلاميين في تمام الساعه 6 مساء على صاله الامير عبد الله الفيصل اللي دايما بتمرن عليها جميع لاعبي النادي الاهلي. وسيدات الطايره عندهم مع نادي الزهور في تمام الساعه 4 عصرا طبعا هيكون تكون المباراه دي على صاله الشهداء ايضا اللي بتمرنوا عليها جميع لاعبات النادي الاهلي. كمان رجال السله هيواصلوا التدريبات النهارده بشكل طبيعي عشان يستعدوا لمباراه يوم الجمعه اول مباراه ليهم في بطوله الدوري السوبر. يمكن رجال السله حققوا يعني 3 بطولات لحد دلوقتي في الموسم ده، بطوله منطقة القاهرة، بطولة المرتبط، وكمان يعني بطولة العربية. يمكن دي رابع بطولة هيشاركوا فيها الموسم ده وهتبتدي يوم الجمعة وأول مباراة هتكون مع نادي سبورتنج على صالة أيضا الأمير عبد الله الفيصل اللي بتمرنوا عليها جميع لاعبي النادي الأهلي في إطار الدور الأول من بطولة دوري السوبر. وسيدات السلة امبارح حققوا الفوز على نادي الغابة بنتيجة 59-23 ده يعني كان على حساب نادي الغابة في الدور الربع النهائي من بطولة كأس مصر وكده بشكل رسمي. يعني سيدات السلة تأهلوا لدور النصف النهائي من بطولة كأس مصر. النهارده هيواصلوا التدريبات بدون راحة بشكل طبيعي في تمام الساعة 7 مساء عشان يستعدوا بشكل قوي لبداية جميع المباريات في بطولة الدوري يوم الثلاث المقبل إن شاء الله في هواند أمام نادي 6 أكتوبر وفي تمام الساعة 6 مساء على صالة نادي 6 أكتوبر. يمكن ديانا هواند كانت يعني كل الأخبار المتعلقة بجميع الفرق الرياضية وطبعا أجواء يعني داخل مقر النادي والحالة المرورية. طبعا أنا معاكي وفي اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو كلمه ليك انا هوان. طبعا تفضل. اشكرك جدا جدا يا سالة على هذه التغطيه، ولو الجو يعني يتحسن شويه ممكن نجيلك بعد الهوا. خلينا دلوقتي نروح بقى لمقر جريده اليوم السابع ومراسلتنا العزيزه نورهان طمان تابع اهم الاخبار الرياضيه في الصحف والمواقع. يعني نورهان بصبح عليكي طبعا في البدايه، ويمكن المانشيتات كلها بتتكلم اكتريتها عن المباراه بالامس، ويعني في مانشيتات كمان لو رحنا للصحافه السودانيه انا تابعت برضو كان فيها نقد شديد جدا للمنتخب بصراحه. يعني فخلينا نعرف منك تفاصيل اكتر، تفضلي. يا صباح الخير يا نهواند، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. احنا هنا من مقر جريدة اليوم السابع نطلعكم على أبرز وأهم الأخبار الرياضية الصادرة صباح اليوم. وزي ما قلت يا نهواند، مباراة مصر والسودان كانت حديث الصحف السودانية. يمكن احنا تابعنا مع بعض الصحفيين في السودان قالوا أن المدير الفني الفرنسي قد يكون مهدد بالرحيل بعد خسارة أمس أمام المنتخب المصري، خسارة الكبيرة طبعا، خسارتين متتالية أمام الجزائر بأربع أهداف وأمام مصر بخمس أهداف، فالأداء يمكن غير مرضي لجماهير السودان. أما بقى طبعا منتخب مصر فزي ما شفنا شارك بلاعبين كتير جدا ما كناش متوقعين أن هم يشاركوا في أماكن مختلفة. يمكن كمان كارلوس كيروش استخدم أيمن أشرف بدل من حمدي فتحي في خط النص، وده يمكن مركز جديد على أيمن أشرف مع منتخب مصر، بالإضافة إلى تألق طبعا أحمد رفعت وفتوح وجميع اللاعبين امبارح كان وعلى قدر المسؤولية. نروح بقى ل يعني مواعيد او مباريات اليوم النهارده في الجوله ال 15 في بطوله الدوري الانجليزي. الساعه 4 ثلاث مباريات مهمه جدا، ليدز يونايتد هيواجه برنتفورد، ومانشستر يونايتد هيواجه كريستال بالاس، وتوتنهام هيواجه نوريتش سيتي، واستون فيلا هيواجه ليستر سيتي الساعه 6:30. المباراه الوحيده اللي هتقام 6:30 هي استون فيلا وليستر سيتي. أما أول هدف معانا فمن موقع وجريدة اليوم السابع وعن منتخب مصر، ومنتخب مصر يغلق صفحة السودان ويبدأ اليوم الاستعداد لمواجهة الجزائر.
اغلق منتخب مصر بقياده كارلوس كيروش صفحه مباراه السودان اللي طبعا كانت اقيمت امس في الجوله الثانيه بالدور الاول ببطوله كاس العرب اللي بتستضيفها العاصمه القطريه الدوحه حتى 18 ديسمبر الجاري. كارلوس كيروش اغلق صفحه المباراه تماما وهيعقد جلسه فنيه مع اللاعبين لدراسه سلبيات وايجابيات المباراه، بالاضافه الى انه كمان اليوم السابع ذكر انه حمدي فتحي كارلوس كيروش هيستعيد جهوده مره اخرى بعد غياب طبعا عن مباراه السودان، وكان اصيب اللاعب في مباراه لبنان بارتجاج في المخ، وكارلوس كيروش فضل ان هو يعني يحتفظ باللاعب على دكه البدلاء وعدم المخاطره بيه. كمان اللاعبين اللي خاضوا مباراه امس هيخوضوا النهارده تدريبات استشفائيه فقط، اما البدلاء هيخوضوا تدريبات كامله. ومن موقع روسيا اليوم، ولازلنا في الحديث عن بطولة كأس العرب، من موقع روسيا اليوم تعرف على ترتيب هدافي كأس العرب قطر 2021. اختتمت أمس السبت الجولة الثانية بدور المجموعات للنسخة العاشرة من بطولة كأس العرب اللي زي ما قلنا لكم بتستضيفها قطر، وذكرت روسيا اليوم في تقريرها خمس لاعبين هم على رأس أو أبرز اللاعبين اللي سجلوا في بطولة كأس العرب، ويمكن كلهم مشتركين في تسجيل هدفين، وهم التونسي سيف الدين الجزائري والتونسي فراس بالعربي والجزائري بغداد بنجاح والمغربي ونجم النادي الأهلي بدر بنون وعبد الإله حفيظي أيضا المغربي. كل هؤلاء اللاعبين سجلوا هدفين في البطولة حتى الآن. ومن جريدة أخبار اليوم، شوقي غريب يكشف تفاصيل برنامج معسكر المنتخب الأولمبي. كشف شوقي غريب في تصريحات إعلامية نقلها موقع أخبار اليوم، وطبعا كابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، عن كواليس معسكره اللي هيبدأ النهاردة وحتى 13 من ديسمبر الجاري. كابتن شوقي غريب قال إن المعسكر هيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى للاعبين في الدوري الممتاز اللي هيستغل فيها توقف طبعا المسابقة ولمشاركة المنتخب المصري في بطولة كأس العرب، والمرحلة الثانية هتكون مشاركة لاعبي الدرجة الثانية بالإضافة إلى بطولة الجمهورية 2001. البطولتين دول حتى الآن مستمرين ولم يتوقفوا رغم مشاركة منتخب مصر في بطولة كأس العرب. وآخر أخبارنا من موقع يلا كورة، باريس سان جيرمان يفلت من لانس ويخطف تعادلا في الدوري الفرنسي. أفلت فريق باريس سان جيرمان في مباراة أمس أمام لانس من يعني هزيمة كانت هتكون يعني مفاجأة جدا في بطولة طبعا الدوري الفرنسي، وتعادل باريس سان جيرمان في اللحظات الأخيرة بأقدام فينالدوم لاعب خط وسط الفريق طبعا بهدف لكل فريق، وانتهت المباراة بهدف لكل فريق، وتصدر فريق باريس سان جيرمان جدول مسابقة الدوري برصيد 42 نقطة، بينما فريق لانس في المركز الخامس برصيد 27 نقطة. دي كانت أبرز أخبارنا هنا من موقع وجريدة اليوم السابع. شكرا لكم جدا وعودة إلى الاستوديو. بشكرك جدا جدا يا نورهان، وبشكر مرة تانية برضو زميلتنا العزيزة سالة حامد. شكرا لكم. نكمل مع حضراتكم، خلينا نروح لمحمد صلاح. وكالمعتاد حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقم مميز بعد ما صنع هدف حاسم امام وولفرهامبتون. ده كان اللقاء اللي انتهى بانتصار، كان صعب لان المباراه كانت صعبه بصراحه، وكمان الفوز حصل في اللحظات الاخيره، فاز فيها ليفربول بهدف وحيد على وولفرهامبتون في الثواني كمان الاخيره من اللقاء اللي احرزه ديفوك من صناعه محمد صلاح نجم طبعا الفريق. وبصناعه الهدف ده بنتكلم كده المساهمه رقم 150 لمحمد صلاح بالبريمير ليج في 160 مباراه، لسجل 108 وصنع 42 هدف، وبيتصدر صلاح هنا الجدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدف، وهو ايضا اعلى من صنع يعني اهداف بالبريميوم ليج هذا الموسم، بنتكلم برصيد 9 اهداف، فحاجه يعني محترمه جدا من صلاح ومتوقعه في نفس الوقت. طيب كده الفقره الاخباريه انتهت، خليني افكر حضراتكم برضو قبل ما نروح فاصل بسؤال السوشيال ميديا، يعني بيتكلم او السؤال كالاتي: ما رايك في اداء منتخب مصر في بطوله كاس العرب؟ قولوا بمنتهى الصراحه. على فكره في ناس انا اعتقد يعني هتبقى يعني رايها ايجابي جدا، وفي ناس لسه ما تقدرش ان هي تحكم دلوقتي. بنتكلم برضو عن اداء كيروش، لسه لحد دلوقتي في ناس عندها علامات استفهام، حقكم ما فيش اي مشكله، ابعتوا لنا برده علشان نقدر نقيس يعني الراي العام في الفقره الاخيره في السوشيال ميديا. فاصل ونرجع نكمل.
كالعادة الأهلي كل فرقة بنتكلم عن سيدات كمان سلة الأهلي بطلات دوري المرتبط وحاجة يعني تسعدنا كلنا بجد حاجة جميلة ولما تلاقي كده برضو ان انت مش في رياضة واحدة انت متفوق انت في كل الرياضات تقريبا في النادي متفوق فحاجة لازم نقف عندها ونحتفل كلنا ومعانا عشان نحتفل النهاردة نرمين ايمن وفرح حسام طبعا لاعبتين ولاعبتين تقال جدا وممكن انا كنت اقول لك فرح صباح الخير ونرمين طبعا انت 18 سنة طبعا 18 سنة جاية بس شكلك انا قلت لك 14 واكيد ده بيتقال لك كتير صح وانت كام يعني نرمين برضه 17 اول مبروك وده اللي احنا كنا بجد منتظرينه منكم بس طبعا الفوز بيبقى جميل لكن وراه بقى قصه وراه كواليس وراه يعني فاهمه وتضحيه ومفيش خروج ومفيش حياه تقريبا مذاكره بس لو في كمان وقت فخلينا نسمع منكم الفتره اللي كانت يعني قبل البطوله وبعد كده نتكلم عن البطوله قبل البطوله كان بدانا بدري ما بدناش في الميعاد الطبيعي بدانا بدري شويه وبدأنا مع كابتن حسن فيتنس كان كل تمرينه قعدنا اسبوعين ورا بعض تمرينه فيتنس ساعتين باسكت باين بنروح اللي يروح يذاكر بقى هو رياضه النادي ساعتها كنت بقى في الاجازه ما حدش كان بيذاكر ساعتها كابتن حسن كان عامل شغل كويس جدا حتى احنا في الجري احنا بنلعب ماتشين ورا بعض بس كان بين يوم فاصل كان في 40 دقيقه كاملين جري فاحنا كان كويس جدا الحمد لله وكابتن عمرو والله بجد تعب قوي معايا هو تعب بجد هو تقريبا تعب معاكي يا فرح هو تعب معانا كلنا بقى مش انا بس هو تعب معانا كلنا قوي كان مرنا كل يوم ما عدا ياسمين اجازه في الاسبوع هو الصراحه محدش كان متوقع ان احنا نوصل لحد فاينل ليه بقى ليه؟ فايتنا احنا بالذات ليه؟ عشان الجيل ده كان في سنه ما حققش بطوله فكانت مشكله كبيره قوي والناس كلها كانت متوقع ان احنا نوصل ان احنا نكسب وناخد اول فكانت مشكله كبيره بس الحمد لله الحمد لله احنا بجد عملنا اللي علينا وربنا وفقنا حلو جدا نرمين برضو هسألك نفس الموضوع لان اكيد كل واحد فيكم عنده قصه يعني استعدادات قبل اي بطوله وفكره كمان الفوز يعني خلينا برضو نعرف منك ازاي كنتي بتوازني برضو بين فكره هنا التدريب الشاق جدا وفي نفس الوقت حياتك والمذاكره والحاجات انا كان المفروض اوازن بين حاجات كتير جدا بين فيتنس وجيم ويعني فيتنس حاجه وجيم حاجه وباسكت وبرايفت بره ومذاكره فانا كان في حاجات كتير قوي المفروض اوازن ما بينهم يعني فبس يعني اللي هو كنت في الاول زي ما فرح قالت اللي هو احنا في الاول كنا اجازه فيعني كنت ايه الموضوع بيس ماشيه بعدها المدرسه جت بقى فابتديت ان انا دايما بتحرك باللابتوب في كل حته مدرسه بديهم كل يوم اكسكيوز عشان غايبه بس هم متفاهمين بيبقوا عارفين لما بيبقى في بطلات يعني في الرياضه كابتن مشيره مدينا ورق غياب عشان لو حد يعني مش ممكن حد بجد كابتن مشيره بتدعم معانا قوي عشان الموضوع ده بجد كميه غير طبيعيه بجد ياثر ربنا يكون في عونها بجد المهم ما ياثرش في النتيجه في الاخر يعني بتنجحوا في الدراسه يعني انا بالنسبه لي كل تيتشر في المدرسه يعني المفروض ان انا اللي اجري ورا كل تيتشر لا هم الحمد لله هم اللي بيجوا ورايا وبيقولوا لي تعالي هشرح لك كذا هعمل لك كذا دلوقتي فدي حاجه مساعداني برده قوي الحمد لله كويس جدا طب خليني اسالكم عن الضغط لحظات الضغط اللي كانت عليكم وازاي قدرتوا تخرجوا منها يعني فكره هنا قبل اي بطوله وفكره كمان لما يبقى عندي كذا حاجه زي ما نرمين قالت ان انا عايزه اعملها بيبقى الواحد مضغوط اصلا نفسيا جدا عملتوا ايه علشان تقدروا تغلبوا على ده هل في الفريق في دكتور معين مثلا اخصائي نفسي هل حد في العيله عندكم مسؤول عن ده يعني خلينا نعرف هو كدور عائلي هو العائلات كلها بتتكلم عنه الصراحه عائلاتنا وعائلات صحابنا كلنا بنتكلم مع بعض الصراحه وكمان برضو قبل البطوله انا ابتدي خالص احنا بنتجمع كل مره من غير الكابتن حتى من غير الدكاتره من غير اي حد بنتجمع كفرقه احنا عباره 13 بنت او 20 بنت اظن احنا بنتكلم مع بعض كل مره يعني لو مثلا انا عندي غلطه بيقولوا لي انا عندي غلطه دي ما بتفهم وبقول لهم نفس الغلطات اللي عندهم وبنتجمع مع بعض كل مره وتلاقي في تفاهم مع التمارين الجايه واللي بعديها يعني في اول التمارين كناش بنفهم بعض قوي في الملعب بعديها بنباص الكوره وهم ساعتها يفهموها لوحدهم بقى هو ياخدوها تطلع على السلم لوحديهم عادي جدا يعني انا نرمين برضو نرمين بتجري نرمين بتاخد تسيب الكوره تقطع الكوره تسيبها تجري تلاقي الكوره في ايديها على السلم خلاص انا بسيب الكوره فرح تسيب الكوره بتسيب الكوره نرمين طب وانت يا نرمين؟ في حوار اللي هو الضغط وكده يعني بيبقى فيه ضغط كبير جدا بس اكسبيرينس بقى يعني احنا مش اول مره نخش بطوله مش اول مره نلعبها اخدته خلاص او تبقوا اخدته على بنبقى اخدنا على الضغط ده بنبقى اخدنا ان انا اصلا من قبل ما السيزون يبتدي انا ببقى عارفه ان انا هاجي في فتره اصلا عندي كذا وكذا 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 ولازم هنا انا ببقى يعني بدي اوردر للسبكونشس مايند ان انا اللي هو
انا هاجي الوقت ده هبقى مضغوطه، فانا مش عايزه ابقى مضغوطه، مش عايزه ده ياثر عليا في الملعب، مش عايزه يعني ابقى نازله متوتره او كده. بس زي ما بقول لك هي اكسبيرينس برضو، بيبقى حوار مع الذات يعني مش اللي هو يعني مش عايزين ضغط اكتر ما احنا مضغوطين وحاجات زي كده. بس خلي بالك من حاجه، واحد غصب عنه يعني الستريس ده بيجي وصعب ان تبقى فيه لو انت مش متعوده عليه. بالظبط بالظبط. يعني طب خليني بقى اروح يعني ليه اداء عندنا الفريق اصلا في النادي، وانت كلمتي ان اصلا احنا بقالنا كتير ما خدناش البطوله دي، ليه يعني ايه كان الدروب، المشكله كانت فين؟ احنا ما خدناش بطوله المنطقه السنه اللي كنت مع نفس مع نفس الجيل ده، بس السنه دي السنه اللي قبل اللي فاتت السنه اللي فاتت، بس بطوله المرتبط دي نفسها ما حدش ما طلعتش بره النادي بقالنا 8 سنين كده واخدينها ورا بعض. والبطولات اللي قبل كده البطوله اللي نفس الموضوع، والفيرست تيم برضو كان عامل معانا شغل جامد قوي الصراحه يعني. برضو ماتش الظهور اول ما كسبنا جم حيوا معانا في اخر الماتش، حلو قوي. قبل الماتش بقى ماتش من حي جم حيوا معانا في اخر الماتش، كانوا موجودين كل ماتش بيجي على الكوارتر الثاني بيشجعونا في الماتشات، انا اشوفهم كذا مره كتير جدا الحمد لله. طب يعني قدام بعد كده الفكره بتبقى ازاي؟ يعني انتوا هتطلعوا بقى بعد كده فيرست تيم، وبعد كده ممكن حد منكم يحترف، وممكن حد يكمل مشوار بعد كده بعد الدراسه في المجال ده، هل حد منكم بيفكر او فكر في حاجه كده؟ هو انا كفرحه انا هكمل لحد الجامعه لو الحمد لله ربنا وفقني ان شاء الله يعني وكل حاجه لسه كويسه، هكمل بعد الجامعه برضو ان شاء الله. عايزه تكملي كلاعبه؟ اصلا الباسكت ده حياتي يعتبر يعني الباسكت باين حابه مذاكره مش قوي برضو. حابه مذاكره شكلك يا فرح مش شاطره في المدرسه. لا انا شاطره جدا. انت في الجامعه دلوقتي داخله جامعه؟ لا ناقص لي سنه. ناقص لك سنه؟ اوكي. بس انت اتاخرتي او حاجه؟ ده بسبب ال لا انا دخلت متاخر. لا الحمد لله. لا مش درجات وما فيش محرجه لسه الحمد لله. عايزه تدرسي حاجه ليها علاقه برضو بالباسكت ولا لا شهاده وخلاص؟ لا لازم شهاده كويسه برضو عشان لو حصل اي جات لي اصابه قعدت في البيت اكون عندي شغلانه جنبها برضو. انا لسه هسالكم عن الاصابات بس خليني اعرف برضو نرمين انت راسمه ايه لنفسك؟ يعني واضح ان لسه مش رسمه. لا مش كده بقى من الرواد في ستيم ان شاء الله يعني سواء في النادي الاهلي او في اي نادي. طبعا كل واحد فينا يعني عينه على سكولرشيب عشان يسافر بره يعني. بس والدراسه حابه برضو الدراسه؟ لا انا الدراسه عايزه يبقى كارير لوحده يعني، انا عايزه يعني مش عايزه الكارير بتاعي في الدراسه يبقى ليه علاقه بالباسكت. اوكي. عايزه ده يبقى كارير وده يبقى كارير. كويس جدا. الاصابات بقى، الاصابات دي كارثه، وفي لعيبه يعني انت ايه بتضحكي ليه؟ جت صابتي كتير كله اتصابت باين. لا في اصابات الحمد لله تبقى اصابات خفيفه، بس في اصابات يعني بجد بترجع ممكن حتى للتدريب الغلط تؤدي ان بعد كده ممكن حياه لاعب اصلا خلاص تنتهي وهو لسه مثلا صغير. فازاي بتخلوا بالكم؟ ايه اكتر اصابه برده يعني جات لكم في الماتشات الفتره اللي فاتت؟ كانت الرباط الصليبي نازله على كل فرق يعني فاهمه، كانت نازله جامد بجد. ففي كنا بنلعب ماتش مصر التأمين، ففي بنت وقعت، انا البنت تقريبا كنت بعيط جنب الحكمه لدرجه ان انا كنت عماله اعيط، قعدت اعيط اللي هو يا رب الاصابه دي ما تطلعش، يا رب الاصابه دي ما تطلعش ليا رباط صليبي. الاصابه دي تقريبا هي اخطر اصابه عندنا. طبعا. سبرين انكل هي كومن قوي وليها درجات، بس تقريبا اسوء حاجه في السبرين انكل ان هي الاكيلس يتقطع مثلا او حاجه. فيعني بجد ربنا يعني معانا، وبجد يعني انا بقعد اقول ادعيه كتير قوي قبل الماتش عشان بجد الحاجات دي. وانت يا فرح؟ هو انا اتصبت بس اتصبتش حاجه ليها علاقه بالباسكت، كان عندي مشكله في النفس فقعدت اسبوعين، كان اشتباه كورونا بس طلعش اشتباه كورونا، طلعت نازله معويه او نازله حاجه شعبيه على الصدر، كانت مشكله كبيره قوي. فانا قعدت اسبوعين ورجعت لهم بعديها بثلاثه باين، قعدت ثلاث اسابيع كاملين رجعت، كنت صعبه قوي، كانت مرعشه من ساعتها الحمد لله يعني، كانت واقفه مكاني كويس جدا وما كانتش اي مشكله في الفرقه الحمد لله. وكان دكتور اي اول ما رجعت كانت بتمشي معايا اول ما اتعب بتقعدني وتطلعني بره اشم هوا واشرب حاجه سخنه وارجع التمرين. بس ما جاتلكيش تاني يعني؟ هي كانت لا الحمد لله كانت جت بس اول سنه خالص. طيب هرجع تاني دوري المرتبط، وايه كانت اصعب المباريات اللي لعبتوها لو انتوا؟ اصعب المباريات كانت في الاول. كانت ما كانتش في الاخر خالص يعني. هي في الاخر الماتش يعني ماتش سبورتنج ما كانش سهل. طبعا هي فرقه محترمه جدا، بس الماتش ايه يعني داخلين عارفين احنا ان شاء الله هنطلع نكسب،
بس من كتر ما هو بقى فاينل واحنا لازم نكسب عشان في تيم بتاعنا ومش عارف، فده كان مكبر الموضوع قوي، محسسنا ان الماتش جامد، بس هو الماتش في يعني الماتش في ايدينا يا جماعه. بالظبط كان في ايدينا بجد، عكس الاول. الاول يعني كنا اللي هو بنبقى تقريبا نازلين 50-50، بس بنبقى عارفين اللي هو لو خسرنا كانت اول ماتشات كمان اللي هو كنا لو مثلا لعبنا وحش احنا ما بنبقاش متضايقين قوي، عشان ايه احنا عارفين ان شاء الله فوق هيعدي. فايه كان علينا الاسترس قليل شويه، بس كانت الماتشات اصعب في الاول. مين اكتر واحده فيكم في الفريق بتسبورت يعني بتدعمكم؟ مش هتكلم على المستوى دلوقتي المدربين، اكتر واحده بتدعمكم في الفريق لما بيحصل حاجه؟ ايوه انت ايه فرح؟ سما انا نرمين فانا كنت فاكره انت مش عارفه ليه حسيت. لا انا بس انا في التمارين، بس يعني بكلم في التمارين عشان في الملعب بخاف ازعق لحد يتوتر مني اكتر، عشان بفهم بزعلش هو بزعل هو يشجعهم بقى وكده، بس هم ساعات بتوتروا في الملعب ما بتعرفش تكلموا في الملعب خالص. انا في الموضوع ده يا فرقه هشجعكم انا هقول لكم كذا غيرت هقول لك كذا، ببقى فاهمه اللي هو قايله لهم عشان يعني ما حدش يتضايق مني، انا كده كده مش هقصد ان اضايق حد، انا بس عايزه السبورت، عايزه نكسب، عايزه كلنا نكسب، عايزه كلنا نلعب حلو. فانا ببقى مفهماهم الحمد لله قبل الماتش، بس انا اخري بس بقول لهم غلطاتهم وبتكلم معاهم بالراحه جدا بجد، عشان ما حدش فيهم بيعيط مني. هو بجد عشان في منهم بيعيط بيتاثر او بيعيط بيتوتروا قوي وبيكونوا خايفين هو عامل مشكله قوي، فبرضه كابتن عمرو ساعات بيزعق جدا، هو بيكون خايفين هو اكون عامل مشكله كبيره، بس لا انا بكلمهم على جنب وهم بتشجعهم في الماتشات. دي ورقه تشجعهم ماتشات كتير قوي. حلو يبقى في بالانس كده. انا لسه بقى عايزه اروح لكابتن عمرو اسالكم عن قصه هنا برضو الموتيفيشن او الدعم قبل المباراه على طول، يعني ايه ازاي بيتكلم معاك وهل بيبقى شديد بس كبير ولا جدا. دعم يعني كبير جدا، كان عليه ضغط عالي قوي طبعا، ضغط عالي جامد جدا يعني بجد. هو شكرا قوي للموتيفيشنز دي بجد بجد، يعني دعم مش طبيعي. بينزل يقول لنا انا ما يهمنيش فلان بيقول ايه ولا علان بيقول ايه، انتوا هتنزلوا تلعبوا جامد، انا واثق فيكم، انتوا هتنزلوا تكسبوا، انا عارف، انا عايزكم بس تبتدوا جامد، انا عارف ان انتوا كده كده ان شاء الله هتكسبوا في الاخر. حتى في ماتش سبورتنج في الاول لما لعبناه، تاني ماتش لما لعبناه ابتدينا وحش، لا جبنا وقلنا يا جماعه انا عارف ان انتوا كده كده هتكسبوا ان شاء الله. موتيفيشنز بجد عاليه جدا، يعني انا بشكره جدا على الموتيفيشنز. ماتش السيد برضو ماتش السيد هو من اول، هو حتى من السيزون اللي فات بجد كان في ماتش في البطوله، احنا كنا يعني الفرقه كانت احسن مننا، بس الفكره احنا كان عندنا عناصر كويسه جدا. بس الفكره ايه ان ده كان مع السيد الفرقه، الفكره ان هم تحت الملعب اقوياء شويه عننا، احنا كان عندنا مش اطوار، احنا عندنا كانوا جامدين ورجاله بصراحه، بس قصيرين. لا ما تقوليش رجاله يعني، كانوا بنات جامدين لازم نقول لا يعني بنت قويه معلش انا عندي مشكله في الحته دي. ايوه ومنز رايت اهم حاجه هنا بالظبط. كملي يا نرمين. كانوا جامدين قوي، وكابتن علينا انا واثق فيكم، وانا كل الناس قالت ان انتوا احتمال تخسروا، بس انا واثق فيكم انتوا هتكسبوا بجد. يعني موتيفيشنز بجد بجد عاليه قوي بجد. ماتش السنه بتاع السيد برضو كان اول ماتش نلعبه، كان اول ماتش نلعبه جامد يعتبر. خسرنا تاني مره، خسرنا تاني مره بس هو جدا احنا لعبنا حلو قوي، هو انا فخور بيكم، انتوا لعبتوا حلو قوي وعندكم ملعب، محدش اثر في الملعب، خسرنا فرقه باسكت في الاخر بجد، حتى مين وقعت في اخر الملعب، وقعت عماله تفضحك على دخلت في الباسكت بجد راحت وقعت، بتحبني قوي فهي ما كملتش اخر دقيقه، بس بجد كابتن كان فخور بيها ساعتها، قال لنا خلاص اللي عملته عليكم، وبجد انتوا كويسين جدا وتعبتوا معانا وعملتوا كل حاجه عليكم، يبقى بتاع ربنا ان شاء الله. في ماتش في الجمهوريه ان شاء الله نكسب باذن الله، ده احنا ما عندناش اوبشن ثاني يعني، لازم كده دي حاجه. مرحبا بيكم مره ثانيه، وقبل الفاصل كنا بنتكلم انا وفرح ونرمين عن دور الاهل وازاي بيدعموا وازاي برضو بيتفهموا فكره ان انا عندي بنت بطله رياضيه والدراسه ربما ان هي تاثر شويه، يعني الابس اند داونز اللي بيحصل. خليني ابدا بيكي يا فرح، احكي لنا العيله ومين اكتر حد سبورت اصلا ليكي؟ هو الصراحه كلهم، عشان انا اخواتي الاثنين بيلعبوا باسكت. ايوه بودي بيلعب باسكت، انا اصغر واحده، هما اتنين اكبر مني، فانا عشان لعبت باسكت بسبب هما الاثنين. بودي بيلعب فيرست تيم اهلي، وايا فيرست تيم طيران. مامتي وبابايا هما فعلا بيوصلوني في كل حته، يعني ماما توصلني المدرسه، اخلص المدرسه ترجعني. بس انت كبرتي يا مامتك توصلك المدرسه؟ ما انا المدرسه مش قريبه قوي ان انا اروح مشي، مش قريبه قوي انا باخدي برضه او رايح باسكت، على هي مامتي بتيجي تاخدني توديني البيت، اما بلبس واكل احل الواجب بتاعي،
بابا يجي بالليل بعد الشغل ياخدني على طول يوديني التمرين يستناني اخلص ويرجعني البيت. فالموضوع كان صعب عليهم قوي. بيحضروا اوقات التدريب الديلي روتين اصلا. هي ست كل يوم في الطريق قاعدين فوق مدربه. ده هو الديلي روتين. بتفرق بتفرق جامد. هو بجد هم داعمين كتير قوي حتى في الماتشات. لو في ماتش لعبت فيه وحش بابا دايما بيقول لي لعبت حلو في ايه ووحش في ايه وغلطاتي. وماتش اللي بعديه بحاول اقلل الغلطات دي على الاقل عشان برده الفرقه ما تتاثرش بغلطاتي. حاجه فين؟ مامتي دايما بتيجي ماتشات. مامتي دايما بتيجي ماتشات. واخواتك الكبار اللي بيلعبوا؟ اخواتي اتنين في جامعه وعندهم تمارين كل يوم يعتبر. فمحدش فيهم بيجي كتير يعني. بيجوا ساعات في الفاينلز بس. تمام. ونرمين؟ انا بابي ومامي برضو بيدعموني. اخويا ملوش قوي في الرياضه بس يعني لما بيشوفني كده يعني بوست ليا نازل او كده بيخش كومنت وكده وبيفرح لي. بابي بقى اللي هو يعني بجد هو لو بيتفرج عليا ميرسي قوي يا بابي بجد. هو بيوصلني كل حته. هو انا مش عارفه من غير بابي ده يعني انا ايه اصلا. انا بجد ولا حاجه من غيره. فرحانين بيكي طبعا. يعني انا ببقى عايزه اعمل كل حاجه عشان تفرحه. يعني انا مثلا لما ببقى طالعه ببقى عايزه اديله اللي هو ايوه انا بنتك انا عايزك تتشرف بيا ايوه انا متشرفه بيك. بابي مستشار كمان. فانا بابي يعني بجد شكرا قوي. بابي في ضهري طول الوقت. مامي يعني تدعي لي كتير قوي. مامي لما اكون متضايقه لما بلعب وحش دايما بلاقيها في ضهري. بجد يعني شكرا قوي ليهم هما الاثنين. انا بجد الاهل هما الاساس في كل حاجه. طبعا. يعني بجد كل ما الاهل بيكونوا يعني في ظهر ولادهم وبيدعموهم بيفرق جدا بعد كده في حياتهم حتى لو مش في المجال الرياضي. في اي مجال بيبقوا فعلا ناس ناجحه في المستقبل. فيعني اكيد كلنا بندي تحيه كبيره جدا لاهالي فرح ونرمين والاهالي في العموم. بجد شكرا طبعا لكل اللي بيعملوه عشاننا. انتوا نورتونا وعايزين مزيد من البطولات بجد. وحاجه مشرفه جدا. واعرفوا ده انتوا بجد نماذج مشرفه جدا للمراه المصريه. شوفي بقى الموضوع كبر ازاي. نورتيني يا فرح انت ونرمين. نشوفكم قريب ان شاء الله. ان شاء الله. فاصل سريع ونرجع بقى نكمل مع حضراتكم الفقره الثانيه. مرحبا بيكم في الفقره الثانيه. وزي ما احنا عارفين منتخب مصر واجه نظيره اللبناني والسوداني في كاس العرب وبيستعد لمواجهه الجزائر يوم الثلاثاء. واكيد هتكون مباراه قويه جدا. هنتكلم عن الرؤيه الفنيه للمباريات وهنتكلم عن الاداء والنتائج. بس خلينا نرحب في البدايه بكابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق. بونجور قوي. صباح الخير. نورنا كالعاده. الله يخليك. ميرسي جدا. نخش على طول في الموضوع. بالظبط. يعني احنا حتى النهارده عاملين سؤال سوشيال ميديا للناس وقولوا لنا كده اداء المنتخب في كاس العرب سو فار يعني والاداء في العموم مع كيراش. يمكن لو ما كانتش مباراه امبارح اتلعبت اعتقد يعني الاراء كانت هتبقى معروفه. لكن امبارح حتى لو هنتكلم مباراه السودان او منتخب السودان ضعيف مقارنه اكيد بمصر لكن سكور كويس. يعني سكور كويس. رايك ايه ولا مش مقتنع بالكلام ده؟ لا انا عندي رؤيه تانية خالص. انا شايف ان البطوله دي مستر كروش واخدها غير الشعب المصري. احنا الشعب المصري او الجمهور المصري في كره القدم عايز اي بطوله يخشها عايز ياخد البطوله. لا كروش عنده وجهه مختلفه. بيدي فرصه لمجموعه من اللعيبه عايز يشوفها شافها في الدوري المصري عاملين مباريات كويسه فبياخدها في البطوله العربيه. برده موضوع ان يكون لعيب مميز في الدوري المصري ويكون تعمل لعيب دولي دي حاجه صعبه شويه. وده بان في بعض اللعيبه وبعض اللعيبه التانيين بان يقول لك لا ده من الاول ده لعيب شكله لعيب دولي. لا ده لعيب محلي. ده الكلام اللي احنا بنقوله اللي هو فعلا في اوقات في وقت من الاوقات مجموعه من اللعيبه تديها المباريات الدوليه ما تلاقيهاش على قد المستوى اللي بنشوفهم في الدوري المصري. فهو انا احساسي ان هو واخد البطوله دي بيدي فرصه للناس دي عايز يعمل صف تاني للمنتخب. عايز يعمل في اماكن معينه لعيبه يكون عنده بديل يحصل اي مشكله. عنده مباراه مهمه جدا المباراه اللي بعد البطوله اللي هي المباراه المؤهله لكاس العالم. مباراتين مهمين جدا. وبعد كده بطوله افريقيا. فعايز برده هو مستر كروش بقاله لعب مع منتخب مصر حوالي 6 مباريات بس. فبرضه ما حطش وما تقدرش في ال6 مباريات دي تحدد بجد الاداء ابدا. ليه؟ وده غريب يعني. لان معظم ال6 مباريات اللي لعبناها مع فرق مع احترامي بعيده جدا عن المنتخب المصري. فالمباراه انا شايفها تعتبر سهله. يعني لعب مباراتين لليبيا كسب ليبيا هناك وكسب ليبيا هنا. لبنان لو هنتكلم كاس العرب برضه فوز كان صعب بس برضه انا برضه بتكلم على المستوى اداء غير جيد بصراحه. الاداء غير جيد بس انا شايف ان هو في لعيبه معينه لسه بيستكشفها.
عايز يحط هو مثلاً بيحضر نقدر نقول بيحضر للحاجات للأتقل للأتقل اللي هم ايه مباراه الوصول لكاس العالم وبطوله افريقيا. عايز اول حاجه يوصل كاس عالم دي وهم بالنسبه له جدا. المدرب الاجنبي كمان احساس انا وصوله لكاس العالم اهم من بطوله افريقيا لان هو بيعمل شكل لنفسه او بيعمل سي في لنفسه انه يوصل لكاس العالم عشان الشغل بعد كده. لكن في بطوله افريقيا هيخش بطوله صعبه جدا معموله في الكاميرون. احنا الشعب المصري اتعودنا على البطوله دي. لو مش حاطط في دماغه ان احنا لازم نفوز بالبطوله لا دي هتبقى مشكله كبيره. في بعض التصاريح اللي قالها قال ان اهم حاجه عنده كاس العالم. فهو بالنسبه له فعلا الوصول لكاس العالم حلم كبير جدا. ان ما حصلش لمنتخب مصر ان يوصل مرتين ورا بعض. يعني بنوصل قعدنا 30 سنه عشان نوصل بين السنه والسنه فدي بين المره والثانيه. ايوه فاتمنى طبعا النجاحات الفتره الجايه. لكن البطوله العربيه من وجهه نظري لا انا مش بحط فيها المستوى للمنتخب المصري. بيدي فرصه للعيبه. يعني امبارح مثلا نتكلم ان ايمن اشرف انا مستغرب يعني هو شاف ايه في ايمن اشرف ان يلعبه في المكان ده. طيب انت يعني سؤال يعني مقبول فعلا او استفسار. ايمن اشرف طبعا لعيب كبير جدا في المكان. انا فاهم حضرتك كلنا فاهمين بس ده مش بس اول مره يتقال. ده تساؤل يعني صريح فعلا. ليه انت شفت طب انت واخد مهند لاشين من نادي الجيش وما خدتش طارق حامد وحصل في السوشيال ميديا كلام كتير جدا ما خدتش طارق حامد. طب صحيح. طب مهند لاشين ليه ما اديتوش امبارح؟ ما هي فرصه انك انت تشوف لعيب جديد. طيب في حاجات بقى كتير بالشكل ده. فهو زي ما بقول بيستكشف. فاتمنى ان شاء الله عندنا مباراه جايه الجزائر مباراه صعبه جدا. بالظبط لسه كنت هسال حضرتك لان اعتقد هيبقى مستوى مختلف عن اللي احنا لعبناهم قبل كده. الجزائر تقيله وادائها كويس فاللي جاي ايه بمتوقعه ان شاء الله يوم الثلاث؟ طبعا برضو هتكلم ان المنتخب الجزائري بغير اللعيبه الدوليين. الجزائر عنده لعيبه كبير جدا لعيبه كبير جدا محترفين والمغرب وتونس غيرنا احنا. المنتخب المصري عنده مثلا لو فكرت في القوام الاساسي للمنتخب هتلاقي الناس اللي بتلعب دي ومعاهم محمد صلاح ومصطفى محمد واذا كان مرموش او تريزيجيه او رمضان صبحي مثلا وعبد الله السعيد. فبرضو انت بتلعب حوالي مثلا الفرقه اللي بتلعب بيها في البطوله العربيه حوالي 60% من المنتخب الاساسي. لكن المنتخب الجزائري ممكن مثلا تلاقي 10% من اللي بيلعب. يعني برضو مش هنقيم منتخب الجزائر اللي هو منتخب الجزائر المرعب اللي هو رقم واحد في افريقيا دلوقتي. مفهوم. لكن طبعا انت عارف المباراه مع شمال افريقيا كنا بنلعب الجزائر او المغرب او تونس اولا المباراه تبقى صعبه شويه وفيها عصبيه زياده. لكن وصول الفرقتين احنا عايزين نبعد عن المغرب. يعني عايزين نعمل نتيجه ايجابيه لان انا شايف ان المغرب هتبقى اول المجموعه. فعايزين نبعد عن المغرب ما نلعبش مباراتين ورا بعض نخلص الجزائر نحط علينا على المغرب في مباراه صعبه جدا. فاتمنى ان احنا نقدر نكسب ونعمل نتيجه كويسه وعلى الاقل نعمل اداء كويس يطمن الجمهور المصري. الجمهور المصري بيتفرج لكن لسه عنده قلق من مستر كروش. مش حاسس ان المنتخب المصري هو ده اللي احنا هنلاعب التصنيف الاول في تصنيفات كاس عالم. فهنلاعب فرق قويه جدا طبعا. فهل المنتخب ده لو لعبنا قابلنا مثلا الجزائر المغرب تونس السنغال نيجيريا هم دول خمسه في التصنيف الاول. هل المنتخب المصري لو لعب فرقه بالفرقه دي هل شكل المنتخب المصري اداؤه يقدر فعلا نعدي المرحله دي ونوصل لكاس عالم؟ هو ده بقى اللي احنا بنتكلم عليه في اول تجربه نقول لمنتخب الجزائر. انا شايف دي اول تجربه قويه لمستر كروش او حقيقيه خلينا نقولها بالظبط كده بالظبط كده. فهي دي اللي هتبين بقى شكل المنتخب في المباراه دي ايه. أنا متفق مع حضرتك جدا ويمكن ده السائد فعلا عندنا تحديدا من قبل المتابعين والجماهير. الناس لسه ما حدش قادر ينتقد قوي أداء كيروش ولا يدعم قوي أداء كيروش لأن احنا لسه في يعني منطقة الوسط. احنا مش عارفين نحدد احنا مش قادرين نفهم. في ناس شايفة إن ورا الشغل اللي بيحصل ده شغل هيبقى محترم جدا جدا وفي ناس بتقول لا احنا لو استمرينا كده احنا رايحين في داهية. يعني بحكي لحضرتك المصطلح اللي اتقال يعني منتهى الشفافية. صح 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 بالظبط فعلا وحقنا ان احنا نبقى مش فاهمين ان احنا زي ما حضرتك قلت شفنا توظيف للعيبه مش في اماكنهم. المهاجمين بقوا وينجات ناس بتنزل يعني علينا وعليها علامات استفهام في التوقيت ده في المكان ده. ف يعني مش عارف يعني مثلا يعني هو عنده قناعه مثلا دلوقتي مصطفى محمد مش موجود
بيوظف محمد شريف برضو كجناح. ليه؟ لأنه برضو عنده قناعة إن 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 مكان الرقم 9 المهاجم المحجوز لمصطفى محمد، فبيدي فرصة لمحمد شريف عايز يبقى وفي وقت من الأوقات موجود مصطفى محمد، وعايز يستفيد برضو محمد شريف، وعايز مع محمد صلاح، ده الثلاثة اللي قدام اللي عايز يستفيد منهم، الثلاثة اللي بيعرفوا سهل قوي إن محمد شريف هداف، مصطفى محمد هداف، محمد صلاح هداف، في أوقات مثلا مرموش يخش معاهم، فهو مقتنع ان مثلا محمد شريف كل الشعب عمل الجماهير كلها تقول لا محمد شريف مهاجم، محمد شريف هداف الدوري، هو بيلعب في مركز راس الحربه، لكن هو عنده اقتناع ان يدي محمد شريف جناح، هو عنده سو محمد شريف اصلا كان بيلعب جناح قبل ما يبقى مهاجم. أكيد بس أكيد حضرتك شفت يعني نجح محمد شريف نجح فين لما بقى مهاجم. بالظبط كده، ما هو ده اللي احنا بنتكلم، ما هو ده هو انا بقول برضو قناعات، اي مدير فني عنده قناعات معينه. اي حد مهما يكلمه فيها هو شايف، كل ربنا بيدي كل واحد عين يشوف بشكل مختلف، انا بشوف اللعيب ده بشكل مختلف، ده بيشوف اللعيب بشكل مختلف، هو شايف ان مثلا لعيب معين مثلا الناس كله لازم تاخده المنتخب، لازم تاخده المنتخب، هو شايف مثلا ما ياخدوش المنتخب، وجهه نظره، فالعين بتختلف في الاراء، وعين تختلف في التقييم، هو بالنسبه له ده عنده ثقه في شغله، اكيد راجل السي في بتاعه هو واضح جدا ان هو واثق جدا، حتى من التصريحات الصحفيه بتاعته بعد كل مباراه هو الراجل بيتكلم بمنتهى الثقه، يعني ما بيطلعش يقول مثلا اي حاجه تدل على ان هو شاكك في قدرات المنتخب، هو دايما بيتكلم ان احنا قادرين على الفوز، احنا ما عندناش اي فكر تاني غير او اوبشن تاني غير ان احنا هنفوز، احنا داخلين عشان نفوز، دايما بيتكلم بالمنطلق ده، وما بيردش على الناس اللي بتنتقد خالص، يعني ده برضو فكر. ما هو ده طبيعه الراجل اللون الاجنبي سيستماتيك او بيتقال يعني اجنبي، ما بيفكرش، عنده هدف معين، ما هو ده عشان كده المدرب الاجنبي بينفع في النادي الاهلي، نادي الزمالك، ومنتخب مصر. ليه؟ بيبعد عن كل تاثيرات السوشيال ميديا. لو مدرب مصري مثلا هيقعد هتلاقي ضغط في الاعلام، في البرامج التلفزيونيه، ده مع كابتن حسام طبعا يعني حصل، في البرامج التلفزيونيه، في الجرايد، في كل كل تك 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 بيتاثر. اوعي تفكري لحظه ان اي مدير فني مصري ما بيتاثرش، لكن المدرب الاجنبي ما بيوصلوش حاجه، ما بيقراش حاجه، ممكن حد يوصله بشكل معين حته صغيره بس، لكن هو ممكن يقول له ايه، خلي بالك الشعب المصري ما عندوش بديل غير الفوز، فبيتكلم تملي للفوز، لما بيغلط مره مثلا يقول لك ايه اصل احنا بنشتغل وهنحقق المستحيل، قال مره الكلمه دي خلت الشعب المصري يقلق، ايه هو المستحيل؟ لا احنا مش مستحيل، احنا لا نوصل كاس عالم سهل جدا. أيوة. احنا فكل كلمه دلوقتي في السوشيال ميديا بتتفسر للاسف اوقات بيبقى ليها ضرر اكتر ما ليها نفع، فعشان كده كل كلمه لازم تتقال في حد او ماسك مدير فني، ماسك حاجه مهمه، او ماسك هو رقم الهيد، لازم يخلي باله من تصريحاته جدا جدا جدا، لان دلوقتي في برامج بتتعمل عشان كل تصريح بيتقال، ويفضل يتحلل التصريح ده ايه، ويفضل يتحلل هو قصده ايه وهو فكره ايه، فكل كلمه لازم تتقال في وقتها لازم تكون بشكل معين. طب كابتن احمد هسالك سؤال وعايز رد بصراحه، هل احنا كجمهور ممكن نكون الى حد ما يعني ظالمين شويه او بنيجي شويه على المديرين الفنيين المصريين اكتر من الاجانب؟ يعني احنا يعني زي ما بيتقال كده صدرنا واسع ليه عقدة الخواجه، يعني بنعدي للاجانب ولكن نيجي للمدربين المصريين بنوقف لهم على الواحده، هل حضرتك تشوف كده مثلا بعض مننا؟ من وجهه نظري ده فعلا بيحصل، وما عندناش طول بال مع المدرب المصري، زي ما عندناش طول بال مع الحكم المصري. يعني برضو يعني تخيلي كده في مباراه معينه، بس ليه بتقول كده يا كابتن احمد؟ احنا ما اعرفش، تحس مثلا لما يجي حكم مصري حكم مباراه مثلا اهلي والزمالك ما بنستحملش، لكن لو جه حكم اجنبي وعمل اخطاء كارثيه ولا كانه شايفين، ولا اولا اول ما يبقى في حكم مصري ها كل الناس بتتفرج على الحكم هيعمل ايه، هيغلط ولا، لكن لو في حكم اجنبي خلاص بيريح دماغه. لا بس اوقات كتير بيبقى في تحكيم اجنبي بننتقده برضه، لان بيبقى في تعارض يعني في أكيد حاجات أكيد بالعين متشافه يعني، بس مش زي الاول ما تعرفي ان في حكم مصري النهارده للمباراه هيبقى تركيزك متربص له في اي خطا، غير هيبقى في اللي هو زي ما بيتقال ايه نظريه المؤامره شويه عند البعض، اللي هو ده اللي بتكلم عليه، قبل هو ده اللي بتكلم عليه،
بتحصل بالنسبه يعني. برضو للمدرب المصري برضو الشعب المصري عندنا، عشان كده ما بقولك فكر النادي الاهلي مجلس اداره النادي الاهلي يعني بيريح دماغه او الانديه الكبيره بتجيب المدرب الاجنبي عشان عارفين ان الشعب طبعه كده، طبعه ان هو مش مقتنع بالمدرب المصري، مع ان في مدربين مصريين على اعلى مستوى طبعًا وعندهم طبعًا فكره على اعلى مستوى. مش كل الناس بتفكر كده برضو، خلينا نقول ان البعض يعني اكيد بص احنا الواحد يتكلم اللي واللي عليه، وانا اتكلمت في النقطه دي في كذا برنامج. اللي حصل مع كابتن حسام البدري حاجه غريبه جدا. كابتن حسام البدري ما خسرش ولا ماتش. تيجي للسوشيال ميديا هو ما عندوش قابليه او ما عندوش قبول بالنسبه للجمهور المصري في الكوره، ما عندوش قبول، فدي اللي وصلت ان اللي يتغير السوشيال ميديا. لكن انا شايف ان الاداء المنتخب المصري ما كانش يستدعي تغيير يعني، ولا ودلوقتي ما فرقش كبير قوي عن الاداء في الوقت مع كابتن حسام يعني بنكسب برضه، كنا بنكسب مع كابتن حسام والنتائج كانت، بس هي رؤيه معينه جايز استراتيجيه قدام قدام عايزين مثلا مدير فني في كاس العالم ما نوصل اجنبي، فدي افكار كلها. بس هي من الاول كانت، ما انت لازم برضو كاتحاد الكوره لازم اجي اختار، انا بختار مدير فني 4 سنين من المرحله الاولانيه، من اول مثلا 2018 بعد ما خلصنا 2000 كاس عالم 2018 لغايه 2022، الاربع سنين دول تحضير لكاس العالم، مش ما غيرش، اما اختار حد لازم اكون اختاره عشان هو ده اللي هيمثلني في كاس العالم، مش هفضل اغير. فدي اللي اختار من الاول، انا شايف اللي اختار من الاول ما كانش على قد الفكره الصح، اختاروا كابتن حسام البدري وفي الوسط اطاحوا بيه وبالجهاز الفني اللي هو انا شايف من وجهه نظري ان هو اتظلم. طيب يعني لو ما كانش اختيار صح كابتن حسام من البدايه، مين اللي كان المفروض يكون الاختيار الصح؟ كنت فكرت بمدير فني اجنبي على مستوى عالي زي مستر كروش من الاول. يعني حضرتك شايف ان من الاول ما كانش المفروض يبقى فيه اصلا حد مصري؟ لا طبعا بالظبط من الاول. بعد انا نسيت، احنا وصلنا مع المدرب اللي كان قبل كده مدير فني لمنتخب مصر كان الجهاز، خلصنا كاس عالم 2018 اجيري ولا مين؟ لا ما كانش اجيري، كوبر كان المفروض بقى ساعتها مدير فني على اعلى مستوى اسم كامل معانا من 2018 ل 2022. ده وجهه نظري وده اللي بيشتغل عليه جميع دول العالم. بعد كاس عالم نجحت او فشلت بتقرر الراجل ده نجح في كاس العالم خلاص هيكمل 4 سنين جايين، فشل جهاز فني جديد 4 سنين بقيمه خلال الاربع سنين وصول لكاس العالم. انت كابتن احمد ممكن يعني يبقى عندنا في منتخب مصر مدير فني مصري واحنا نبقى متقبلين ده؟ يعني امتى نوصل بهذه الثقافه وفي نفس الوقت بالامكانيات اللي عندنا اللي تقدر فعلا يعني تاهلها انها تمسك منصب زي ده؟ عايز اقول لك ان معظم النجاحات بصراحه معظم النجاحات للمنتخب مصر على ايد جهاز فني مصري، مش عايزين ننسى الانجاز اللي عامله كابتن حسن شحاته طبعا الجهاز الفني وكابتن طبعا، عشان كده بقول لحضرتك الموضوع غريب. كابتن مش صدقي. مستحيل يعني كابتن احمد سليمان جهاز كله مصري على اعلى مستوى، اذا الموضوع أفريقيا. جايز كابتن جوهري طبعا كاس افريقيا 98 86 بس كان مستر سميث وكان معاه جهاز فني مصري كابتن طه بسلم تاني وكابتن شحته. لكن كل النجاحات اللي بتكلم عليها لمنتخب مصر على ايد جهاز فني. ده لا عشان كده بقول لحضرتك امتى نقدر تاني نرجع يبقى عندنا يعني مدير فني مصري للمنتخب ومتقبلينه، لان احنا الفتره اللي فاتت فعلا دي احنا بنتكلم بالثقافه بتاعت الفتره يعني الاخيره اللي فاتت، فعلا حضرتك بتتكلم صح ما فيش قبول لمدرب مصري. ليه؟ ما اعرفش، مع ان احنا عندنا يعني كوادر. انا بتكلم عندنا كوادر بس لازم دعم من الشعب المصري اللي جاي جهاز فني مصري. يعني لازم نتفق كلنا كشعب على مدير فني واحد كلنا ونقف في ظهره. لكن انا شايف ان بتخش ساعات انتماءات، المدير الفني ده اهلاوي ولا زملكاوي؟ لو اهلاوي هتلاقي. طب اشمعنى زمان ما كانش ده موجود؟ ما ده غريب برضه. انت عارف السوشيال ميديا واللي بيحصل في السوشيال ميديا خلت فيه عصبيه شويه وتعصب شويه بين الجمهور النادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. ده بيتكلموا مين في المنتخب؟ عدد اللعيبه في الاهلي اكتر ولا عدد لعيبه الزمالك اكتر؟ وبيحصل تنافس قوي على عدد اللعيبه، عمرها ما كانت بتحصل دي. لا طبعا دي صوره مش بالظبط مش بتاعتنا. فبنتكلم برضو مدير فني اهلاوي هتلاقي جمهور الاهلي بيدعمه وجمهور الزمالك السوشيال ميديا تقعد تخبط فيه. يعني حضرتك شايف دي النقطه الاساسيه مش حاجه ثانيه يعني وجد. لكن الكفاءه موجوده اكيد طبعا. في كفاءات كتيره طبعا في مصر، وزي ما قلنا يعني كابتن حسن شحاته لما جه برضو كابتن حسن شحاته كان ماسك فرقه درجه ثانيه، فرقه المقاولين ساعتها كان واخد بيهم كاس مصر. هو انتقد برضو في البدايه لكن نجح. لكن ليه نجح؟ لان كان ساعتها في شريحه كبيره جدا، كابتن حسن شحاته اسم كبير جدا على فكره طبعا،
كبير، في شريحه كبيره جدا جمهور اهلاوي وجمهور زملكاوي بيحبوا كابتن حسن شحاته. ما كانش في سوشيال ميديا بالشكل ده، كابتن حسن زملكاوي فالناس كلها تبقى لا. فانت عارفه ان اختيار نفس اتحاد الكره ما بيجي يختار المدير الفني او الجهاز الفني اللي المنتخب بيقعد يحسبها، اذا كان مثلا كابتن حسن شحاته زملكاوي لازم اجيب مثلا معاه كابتن شوقي غريب مثلا من المحله، كابتن حماده صدقي من النادي الاهلي، كابتن احمد، بتبقى مش المدير الفني هو اللي بيختار انا عايز مين او مين الناس اللي بتشتغل معايا، فيها توازنات. في وقت من الاوقات قالوا ان كابتن ايهاب جلال، انا بحترم جدا فكره ايهاب جلال الفني، في وقت اتكلموا مع ايهاب جلال وقالوا هيجيبوه ايهاب جلال ليه جهاز معين، مع احترامي الجهاز المعين ده مين؟ قالوا لا احنا لازم نجيبك جهاز معين، انت مثلا الاسماعيلي هنجيب لك واحد من الاهلي مفهوم. واحد من الزمالك، مفيش كده. انا بجيب المدير الفني واقول له اختار الجهاز اللي معاك لان هو ده اللي هينجحه ايا كان الاسامي. ده مصر يعني، هي دي بالظبط كده، هي دي. لكن احنا عندنا في الاختيارات ليها توازنات معينه. نتمنى الصوره دي تختفي، نرجع زي ما كنا زمان. اتمنى يعني عايزين الصوره نفرح. السليمه المحترمه اللي احنا دايما يعني عارفينها. فعلى كل حال الفقره للاسف خلصت كابتن احمد، الوقت بيجري، بس نتفائل يعني أكيد. انا عايز اختم بس يعني رساله كده، نتفائل باللي جاي. عايزين نفرح من 2006 2008 2010 كانت سنين دي مش هتنسى. بصراحه عمرنا ما هننسى طبعاً. الست سنين دول طبعاً. احلى نجاحات، احلى ان شاء الله تكرر تاني. املنا كبير في كيروش، لازم هنبقى داعمين، لازم هنبقى واثقين في كل خطوه بيعملها لغايه لما النتيجه بقى نشوفها باذن الله على الارض الفتره اللي جايه. وبالتوفيق بقى يوم الثلاث باذن الله. ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب طبعا، وبالتوفيق طبعا للنادي الاهلي طبعا، نادينا ولعبه النادي الاهلي، وان شاء الله كده. شكرا ليك يا استاذ احمد، نورتنا. هنروح فاصل سريع جدا ونرجع بقى نقرا مع حضراتكم يعني ارائكم في فقره السوشيال ميديا. مرحبا بيكم بقى وفقره السوشيال ميديا. وزي ما انا كنت متوقعه يعني فعلا ناس كتير جدا بتتكلم بعد مباراه امس، الاداء يعني نقدر نقول ان هو جيد. خليني برضو نعرض مع حضراتكم بالظبط ايه اللي اتكتب. بسمله محمد بتقول اداء اكثر من رائع، اتمنى نحقق البطوله. وليد حسن بيقول جيد حتى الان، طيب شيء كويس. محمد الفقي كان رائع، بنتمنى دايما لهم التوفيق والنجاح، يجب ان يكون النجاح ثقافة عند المنتخب، ونحافظ على ثوابت الخطى حتى تتكون الهوية، وربنا يوفقهم دايما. حلوة الجزئية الأخيرة دي، ان احنا نحافظ على ثوابت الخطى حتى تتكون الهوية، انا بتفق معاك. خلينا نروح لمصطفى كرم، صباح الخير على محبين النادي الأهلي. الأداء مباراة السودان جيد، بس المهم نكمل باقي المباريات وبعدين نحكم على المستوى. كلام برضو محترم جدا بصراحة، اتفق معاك. أحمد بيقول الأداء يحترم في الماتشين، التقييم الحقيقي في ماتش الجزائر برضو مظبوط. محمد ناصر الصراحة كان أداء ممتاز، وإن شاء الله نحقق اللقب ونتأهل لكأس العالم. أحمد رمضان بيقول أداء جميل، ألف مبروك للمنتخب الوطني، وإن شاء الله الفوز بالبطولة العربية. حسام حسن أنا شايف أنه بالأداء ده كويس جدا، يا ريت يثبت على كده والتوفيق لمنتخبنا. ده والله اللي قلناه في بداية الحلقة يا حسام. عطر الزهور بيقول ممتاز أو بتقول ممتاز. أحمد نادي بيقول الأداء كويس، بس مباراة الجزائر صعبة. طبعا مباراة الجزائر هتبقى أداء مختلف تاني، كلام فيها تاني تماما. فيمكن ده التقييم زي ما كابتن أحمد برضو تحدث، قال التقييم الحقيقي هيبدأ مع مباراة الجزائر. فإن شاء الله يوم الثلاث نفرح بقى ونرجع نقول صباح النصر. عبدو مش عارفة عبدو إيه بصراحة، بويكا ماشي ممتاز حلو جدا، وكان في السادسة والسابعة. طيب محمد محمود أداء متوقع أمام منتخب أقل من المتوسط، كلام محترم، وأعتقد أن اللي فات كله تجارب هادئة، أول اختبار لكارلوس كيروش أمام الجزائر، كلنا بنتفق مع النقطة دي أعتقد. محمد خليل أداء مقنع جدا، خصوصا بيرفع من معنويات اللعيبة قبل ماتش الجزائر، وبنصبح على مجدي أفشة صاحب القضية ممكن. محمد عفيف هو فين الأداء؟ النتيجة مش معبرة عن العك الكروي اللي بيحصل على مستوى التاكتيك وتوزيع اللاعبين، رأي جريء شوية بس يعني يحترم. برضو في ناس زي ما كنت بقول لحضراتكم، في اللي شايف إن فعلا إحنا أدائنا لحد دلوقتي مقبول، وفي اللي شايف أدائنا فعلا سيء جدا، وده مش تقييم، لأن يعني المنتخب السودان منتخب إلى حد ما برضو ضعيف، فما نقدرش إن إحنا على أساسه نقيم. ناس تانية زي ما حضراتكم شفتوا بيقولوا بالعكس، دي بداية ربما موفقة تدي ثقة للمنتخب قبل بقى المباراة الأساسية اللي هي أو
يعني اتقال عليها يعني القويه يوم الثلاث مع الجزائر، يعني اراء مختلفه. خلينا نروح لابو كريم. معقول بس المنتخبين اللي لعبناهم تعبانين خالص؟ محمد المنتصر بيقول مباراه معنويه كويسه انما الخصم ضعيف جدا جدا وما كانش فيه احتواء. اشرف قاسم جيد بس السودان مش زي الجزائر طبعا. اخيرا خلينا نروح لشاكر محمد بيقول بعد المباراه دي اعتقد الفرص والامكانيات متساويه بين مصر والجزائر، ويمكن مصر احسن في مش عارفه دي ايه بعد ماتش الجزائر والسودان قعدت تقلل من منتخباتنا مصريين، في مصريين بعد ماتش الجزائر والسودان قعدت تقلل من منتخبنا الوطني وقالوا هنشيل كتير والخ. الجزائر امس تعاني من لبنان، مصر مسجله 5 ومقدمه مباراه فوق من رائعه. يعني هو الكلام مش واضح قوي بس على كل حال انا فاهمه وجهه نظرك يا شاكر. احنا هنختم ونقول ان شاء الله اللي جاي يكون افضل للمنتخب، وزي ما احنا عارفين مباراه اكيد في غايه الاهميه يوم الثلاث، هنكون مع حضراتكم اكيد وهنغطيها كمان ونتكلم في كواليسها يوم الاربعاء، بس المهم ان احنا ان شاء الله نيجي ونقول صباح النصر. حلقه النهارده خلصت، اشوفكم بكره حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.